السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم سعيد، صباحكم مبارك. صباح الخيرات والبركات في هذا اليوم الجميل. لا يسعنا إلا أن نذكر بعضنا، أذكر نفسي وأذكركم أن هذه الأيام هي أيام للطاعات، فيها من الخير والبركة الكثير. فكثروا فيها من ذكر الله، واكثروا من الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. أضبطوا ألسنتكم جوارحكم. إني أذكر نفسي أيضا، لأن الاختلاط في العمل يجعلنا نخطأ كثيرا، يجعلنا لا ننتبه لأخطاء ألسنتنا، وربما جلوسنا في مجامع للهو الزائد عن اللزوم، أو مجامع لذكر عيوب الغير أو اتهامهم في أعراضهم. لأن في الإدارة عموما تجد كل شيء. صراحة أنا شخصيا أسعى بقوة للابتعاد عن هؤلاء الذين يزرعون طاقة سلبية، الذين يجعلونني أقع في فتنة الذنب دون أن أشعر من خلال مشاركتهم حديثهم عن فلان أو فلانة ولو بالسمع. اللهم نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب يبعدنا ويصرفنا عنك. فعلا لا شيء أحوج إلى كمامة من قلوبنا حتى لا تنبض بسوء. يومكم طيب، يومكم سعيد. دمتم أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.